الزنا مصيبة وجريمة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المقداد ابن عمرو وهو كان جالسا مع الصحابة صلى الله عليه وسلم سألهم سؤال، قال ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله وهو حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يزني الزاني بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. لماذا؟ لأن فيها من خيانة الجيرة وفيها من انتهاك الحرمة المأمونة، لأن الناس اعتادت إنه الجار بيدخل على جاره من غير حرج، فكسر هذا الرجل هذا الأمان الذي أورثته له الجيرة. الجار بيدخل يتفقد حال جاره ويسأل منه وما بيستوحش وجوده في بيت جاره، فإذا غاب الجار وانتهك هذا الخبيث حرمة جاره كان الزنا بامرأة الجار يساوي الزنا بعشر نسوة بغير الجار، لما فيه من سوء الصنيع وانتهاك الحرمات المتكررة المتعددة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الهيثم الطائي قال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب عند الله أعظم من الشرك بالله من أن يضع رجل نطفة في رحم لا يحل له. الناس اليوم تستهين بالزنا، وإذا شاع الزنا بين الناس شاعت الأمراض الخبيثة وشاعت الأوبئة. إذا جاهر الناس بالزنا وانتشر بينهم ولد الزنا أذن ذلك بالمصائب والبلايا. نشاهد الآن فيديوهات مغززة الناس بيشاهدوها على وسائل التواصل، شباب بيتراقصوا مع فتيات على الملأ علنا، رجز قبيح وماجن وفاحش والناس شايفة. الخلوات الموجودة الآن عند كثير من الفتيات والشبان هداهم الله في الجامعات وفي شوارع النيل وفي غيرها، مناظر مغززة قبيحة، هذه مقدمات الزنا. لذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما تقرب، لأنه لو قربت بتعملوا دي فاحشة عظيمة بتنتهك المجتمعات بتفسد المجتمعات بتخضع الرؤوس العالية. انت الليلة محترم وفي الحلة وعندك مكانتك وتجي في الجامع وعمتك ما شاء الله، يوم البتك بتجي بفاحشة هتكسر عينك وراسك المرفوع قدام الناس بتنزله ولسانك الطويل قدام الرجال بتقطع لك، ولا ينفع الندم بعد وقوع المصيبة. لذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا، لب يثبت لك الحجاب ما تتهاون، لأن الزنا لا يقع خطوة واحدة إنما هو خطوات خطوات واحدة وراء الثانية. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سبيل فيه والولد الغير شرعي، سبيل فيه قتل الولد الغير شرعي، سبيل فيه جرائم ثانية، سبيل فيه الزواج المحرم. بعد شوية يلقوا الولد وقع مع البيت في مصيبة يقول لهم تعالوا نعقد لكم، خلاص مشوا الموضوع، يبقى عقد حرام وزينة قباله حرام ويجيبوا أولاد ثاني من الحرام، كان فاحشة وساء سبيلا. اللهم عفنا وعف أبناءنا وعف بناتنا يا ذا الجلال والإكرام، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.